للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. بعد تحية فندم، تعليقك على قراءة ويعني تحليل أبرز المحاور التي تناولتها الجلسة العامة لمجلس النواب، وأيضا الجهود المصرية لعودة التهدئة في منطقة الشرق الأوسط. شكرا لحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهود اللي بتبذل من رئاسة الدولة، مجلس النيابي للدولة أو السلطة التشريعية، يمكن احنا بنتكلم على الأمن القومي المصري. نعم. أمن القومي المصري الشامل، اللي هو بيشمل الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية. الأمن القومي الشامل الحفاظ عليه ده جوهر يعني مهمة الدولة المصرية في حفاظ على شؤونها في جميع المجالات. يعني إذا خدنا على سبيل المثال الجانب الاقتصادي، يعني هناك تحديات وتهديدات في أماكن كثيرة، لكن إذا جينا نتكلم على التحدي اللي يخص الجانب الاقتصادي، هنجد أن عندنا قناة السويس والموقف اللي حادث معها نتيجة الهجمات الحوثية ضد إسرائيل والردود الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين، وبالتالي تأثر المورد الاقتصادي الرئيسي المصري. نعم. بخسائر تصل الى 60%. ده تحدي ارتقى الى مرحله التهديد. مصر مسؤوله عن الحفاظ على هذا الكلام، سواء بالتهدئه او بالتعامل مع الاصدقاء، بالتعامل مع المضارين ايضا، لان هذا المرفق لا يخص مصر فقط ولكن يخص الاقتصاد والتجاره العالميه. صحيح. ده مثال يعني. ايضا مسؤوليتنا الحفاظ على حصة مصر من الماء، لأن الماء يساوي الحياة، وأن ما السلوك الإثيوبي يشكل تحدي وتهديد لمصر. صحيح. لا نعارض أن إثيوبيا يبقى عندها حقوق وتاخدها، يعني لأن هذا النهر نهر عبر الحدود، ولكن إحنا بيهمنا أن الحصة المصرية لا تتأثر، وفي نفس الوقت لما الملء ده يصل في يوم من الأيام يعني أن يتم ونبلغ به، إدارة المرفق ستكون علاقة مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا. نعم. هذا يعني بدل حيث مثال، يعني التحدي والتهديد اللي في الجانب الاقتصادي، قد نجد تحديات أخرى بالجوانب السياسية. صحيح. عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، تصاعد الصراع الإسرائيلي في ضد غزة، ثم تخطي غزة إلى الجنوب اللبناني، وآخره امبارح فجرا الاقتحام اللي تم للحدود اللبنانيه، تجاوز الخط الازرق اللي محدداه الامم المتحده. ده مش تحدي، ده تهديد. نعم. واذا كان التهديد ده لدوله شقيقه كلبنان، هو اصل ايضا هذا في الاطار العربي وفي الدائره الضيقه لدول الطوق اللي بتحيط باسرائيل من كل جانب، وبالتالي ما يخص هذا الاتجاه يمس ايضا. زي ما مصر متاثره بالموقف في غزة، أيضا متأثرة بالموقف في لبنان. نعم. نحن ندعو إلى الاستقرار، إلى السلام، إلى كل واحد يأخذ حقه. وجوهر المشكلة لو جينا نبحث عن جذورها، هنلاقي جذورها إن لو في دولة فلسطينية مستقلة ودولة إسرائيلية مستقلة، مش هيبقى فيه مشكلة. ودي النقطة اللي أنا عايزة أتوقف مع حضرتك عندها تحديدا يا فندم، حول الجهود المصرية المتواصلة دائما، وذلك من أجل يعني العمل على تحقيق السلام في المنطقة بالكامل. يعني تم التطرق إلى الكثير من الملفات زي ما حضرتك ذكرت، سواء طبعا التصعيد الإسرائيلي في غزة، ثم في لبنان، وكذلك أيضا ما يحدث في السودان الشقيق، وكذلك ليبيا. يعني ملفات كثيرة، ولكن بيبقى دائما الموقف المصري الثابت نحو الحرص الدائم في تحقيق السلام في المنطقة. تقييم حضرتك يا فندم لهذه الجهود المصرية المتواصلة؟ هذه الجهود مثمنة بما نعم. بما تستحقه، ان مصر دولة محورية في الاقليم، وايضا الاماكن اللي حضرتك فيها دول المحيطة زي ما حضرتك فضلتي، كل دي دول تعتبر في المحيط الإقليمي المصري. نعم. سواء المباشر أو الغير مباشر، وبالتالي الجهود المصرية اللي بنسميها في هذا الاتجاه تبغي الصالح العام، الصالح المصري والصالح العربي وصالح الجوار. يعني الموضوع كل لا يتجزأ، وإحنا نبذل فيه قصارى جهدنا في المجالات الدبلوماسية والسيادية والرئاسية والنيابية، لكن إحنا بنهدف الى يعني محك جلدك مثل ظفرك. احنا لو بنتكلم على ما يمس مصر،
الخطوة التالية ما يمس الدول العربية، لأن احنا جزء من كل. نعم. لأن الاستقرار العربي بيهمنا، والاستقرار العربي جزء من كل من الشرق الأوسط، وبالتالي استقرار الشرق الأوسط يخصنا كلنا. وإذا نجحنا إن احنا نصل إلى حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية في جانب واحد، كثير من المشاكل قد تصل إلى 70-80% ستحل في المرحلة القادمة بإذن الله. طيب سؤالي الأخير لحضرتك سريعا سيادة اللواء، تقييمك للعلاقة الجديدة بين البرلمان والحكومة من أجل تحقيق كل متطلبات وطموحات الشعب المصري؟ إحنا في دورة الانعقاد الجديدة، دي سلطة تشريعية ودي سلطة تنفيذية، والعلاقة بين السلطات والتنسيق بين السلطات شيء مهم للغاية، شيء مهم. يعني التشريع ليخدم التنفيذ، الحكومة معنية بالتنفيذ، ومجلس الشعب ومجلس الشورى معنيين بالتشريع، وقد يكون المجلس الشورى للامور الدستوريه اكثر يعني. نعم. او الامور الدستوريه التابعه للامور النيابيه. اعتقد مصر تبذل قصارى جهدها، والحكومه الجديده وتوجهها وحماس من رشحوا لهذه الحقائب واضح وسيستمر، وكل يوم بنبص للتنميه وخطوه لقدام، لان التنميه في جوهرها هي دعم للامن القومي. وعندنا المقاله الكبيره للاقتصاد الكبير روبرت ماكنمارا ان مفيش امن قومي بدون تنميه. فنتمنى ان احنا نفضل ماشيين في خط سيرنا، نرتقي من نقطه الى اكبر، رغم ان في تحديات وفي تهديدات، ولكن يجب الانتصار عليها، وعشان نفضل في خطنا الامامي لارتقاء الدوله المصريه وتاسيس الدوله المصريه بما يحقق للشعب المصري الرفاهيه والمعيشه الطيبه. اشكرك جزيل الشكر اللواء اركان حرب الدكتور محمد قشقوش، استاذ الامن القومي بالاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه، شكرا جزيلا على هذه المشاركه.